لقيت اللي كان بني درار ما كانش قاعد يتذكر، كانت قلفوده، كانت قلفوده يتسوقوا لها القبائل. شوف بني درار فين راه اليوم وشوف قلفوده باقيه، سيطروا عليها لمده ثلاثه عقود بلا فائده، وكيخلفوا غير بعضياتهم وكيجيو من الباديه. هذا بنعدو ترشحين عليه انا خلفيين تدواوت، ما علاقه تدواوت، طلبنا مركز مستقل تجندوا رفضوه، طلبنا بلديه تجندوا رفضوها. علاش؟ لانهم يعرفون من اين تؤكل الكذب. في إطار الاستطلاعات التي تنجزها جريدة وجد نيوز، تحدث إلينا بعض المواطنين المهتمين بالشأن المحلي بجماعة كنفودة القروية التابعة لإقليم جرادة، ينتقدون الأداء الجماعي ومعه يوجهون النقد ضمنيا للسلطة المحلية وللسلطة الإقليمية، ويطالبون بتدخل مسؤول يجيب عن أسباب بقاء الجماعة تجتر أنواعا من أسباب التخلف ومن مسببات عدم الاستفادة من النهضة التي تعرفها كثير من الجماعات القروية بالوطن. وبمعنى آخر، من المستفيدون من بعض ما تتوفر عليه الجماعة من خيرات ومن ضعف الساكنة التي تبحث لها عن تمثيلية سياسية ونقابية وجمعوية حقيقية وعن سند قانوني في شخص السلطة محلية وإقليمية تحترم مسؤولياتها التي كلفت بها رسميا وتساعدها على الاستفادة من مختلف حقوقها الدستورية. وجد نيوز تقرب المهتمين من واقع جماعة كنفودة عبر تصريحات لمواطنين يعيشون واقعا عبروا عنه مؤسفا، وأيضا بإدراج بعض الأجوبة من رئيس الجماعة. تابعوا. جماعة القروية، ناهيك عن الأشباح وما داخل هذه الجماعة من تفويت الأراضي الملكية. هذا اسم فضاء ترفيهي واه المبادره المبادره واه ياش كان داير شي مشكله هو ولكن سنوات هو مبلع نورمالمون هذا تقدو الجامعه ولا شي واحد استمروا ولا قدام الهضره هذا المبادره كان شدها واحد المعلم وملي شدها كان كريها يعني نورمالمون ما خصوش يكريها دار كراها لواحد الجمعيه وديك الجمعيه عاوتاني كراوها لواحد الشخص واحد اخر وداك الشخص عاوتاني كراوها واحد الشخص واحد اخر. شنو نوع النشاط فيها؟ نشاط مقهى وواحد المجزره هنا فينا يعني تاع الماكولات الماكولات الخفيفه يعني ما بغاو لا يكريوها ولا يفتحوها لشي شخص واحد اخر. قلت لهم حنا المهم يصوصي هذا الفضاء باش يلعبوا الوليدات ديال الجماعه ديالنا ديال الساكنه هنا باش يلعبوا ويكونوا هنا فينا يخرج السيد بالوليدات ديالو وكذا الى اخره يعني باقيه مسدوده على اليومين هذا يعني الرئيس ما عطى حتى شي نتيجه في هذا الدور هذا. شحال المده فاش درت هذه؟ هذه المده درت واحد المده تاع شحال سي واحد المده تاع 10 سنين 10 سنين ولا هي على هذه الحاله؟ وهي على دوك راه المده تاع 5 سنين وهي على هذه الحاله وراه محطوط الطلب ديالهم انا على اساس الطلب ديالي انا على اساس باش نوض نحرك هذا نشغلها. وها هما دروك فينا دروك واش هذا فضاء نتاع المبادره بالنسبه يعني للساكنه باش يجيو يريحوا فيها وياخذوا فيها راحه البال ديالهم وكذا الى اخره ولا دايرينها مرعى للغنم؟ ها هي بالوجود ديالها موجوده في عين المكان. اشرح لي واش مكاين هنا؟ هنا فيما يخص قضيه التطهير السائل. المشكل ان التطهير السائل ما استفدش منه هذا السيد بحكم ان عنده لافاج كما كيقولوا يعني غسل السيارات وكذا هذاك الشيء ديال الماء اللي كيمشي اول من يستفيد بعد هذا سميتو هو هذا الستاسيون اللي حنا كنعتبروه دابا مقصي مقصي من هذا التغطيه هذه او ما يسمى بربط السائل. ملي كتقول لي حنا شكون انتم شكون يعني حنا كقطاع نقابي قطاع نقابه وهاد الديور اللي هضرنا عليهم تاع اللي دوزوهم هادو خارجين على اساس المساكين الناس اللي ما عندهمش ولكن هما شنو داروا ناضوا عطوهم غير الناس حنا ساكنين غير موظفين راهم ساكنين غير موظفين لهاد الديور هادو هاد الديور هادو ساكنين غير موظفين هنايا وراهم كيبيزنسو فيهم يبيعوا ويشريوا السواد
شحال تسوى الدار هنا دروك؟ انا راه كاين حتى 40 مليون غير الساروت عاد غير الساروت غير الساروت الامارات دروك هذا في هذا الفضاء هنايا كانت شركة المفاحين كانوا يديروا ما يسمى بليبولي داك اللي نشربوا المدور وكانت بنايات هنايا كانت بنايات كبيرة وكان دي زاتولي دي زاتولي فين كانوا يعدوا المواطن يعدوا المسائل تما نهبوا هذيك الحديد دياله والمسائل دياله والبلانش ديالو والقرمود ديالو وكل شيء لا واش البنايات هما هدموها هنا وهدموها هما هدموها والدوله باش يديو الاخر باش يديو المسائل ديالهم هما هدموها هنا هذاك ملك الشركه هدموها هما وباش يديو المسائل ديالهم لا هادو هما شكون لا الجماعه القرويه اعضاء الجماعه القرويه هاد الشربون ها هو تم بيعه بكم الله اعلم هما كانوا تشرطوا على الشركه انها تنقي هاد المسائل كلها خلات لهم هاد الشربون يستغلوه راهم كيبيعوه لهاد المسابيك الزليجه وهما بكم وما نعرف الله يعني. تم نهب الرئبان تاع 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 الجماعه بدون حاسبين ولا رقيب مطرح النفايات هاد الواد هنا رمال هادي ها لا هادي رمال في الويدان هادي غير شربون هذا كله شربون الويدان في الجهه اللي مني هنا هذا مطرح النفايات هذا المطرح تاع النفايات هو على بعد امتار من المدرسه الجماعاتيه في الصيف يغزو الناموس والباعوض واحد الكميه كبيره هنايا وكيسبب ازعاج للاطفال وللشيوخ وللساكن والمهم هو ان الاعضاء ما ساكنينش هنا لا يهمهم في الامر شيء ما كاش اللي ساكن هنا باستثناء مستشاري الاعضاء كلهم 11 عضو ما ساكنينش هنا ساكنين في وجده ساكنين في جراده وحنا كنتخبطوا في المشاكل اللي كاينه هنا تاع القريه هاد النفايات غير ديال هنايا ديال غير ديال القنفوده غير ديال القنفوده وتصور انت داخليه هنا على بعد بعض الامطار وهنايا مطرح النفايات كيفاش غادي يكون الناموس وكيف زيد على ذلك اليوم راهم عاد داروا بخرى بفضل المبادره ملكيه داروا بخرى هما كانوا غير لي فوس سيبتيك ودوك لي فوس سيبتيك كيتقرعوا في الليل وكيخرجوا واحد الريحه والناموس والباعوض واحد الامراض هنا كت والرئيس والجماعه ديالو لا يهمهم في الامر شيء لانهم لا يقطنون هنا ما كيسكنوش معنا هنايا الرئيس فين ساكن في وجده الرئيس ساكن في وجده وتابع المساحل ديالو داير واحد الشركه تاع الخصاصه في لامين وداير واحد الشركه تاع الكانكاسور ما عرف فين وداير واحد ستاسيون دي لافاج في وجده في طريق الغرب يعني مصالحه الشخصيه فقط لا تهمه مصالح الساكن والبنايات دايرين السكن اللي كان من يعني من القديم من العهد تاع فرنسا وكذا على كري بالنسبه يعني من كانت المينا خدامه وكذا الى اخره ناضوا جاوا الرئيس والكتله ديالو وهدموا دوك البنايات يعني الابواب وداك الشيء اللي كل شيء اللي كل شيء كان هنا نعم سيدي اين هو غادي اين هو يعني كانت واحد العداد ديال لي ماتيريال ديال لي ماتيريال هنا في المينا ولكن اللي خداتو تولات عليه الجماعه والجماعه عاوتاني كناضت وباعت هذا لو شاربون اللي باقي هنا فينا دوك الفلوس اللي باعتهم فينا هما تاع الجماعه يعني فين نفقتهم خصنا نعرفوا فين كاينين وحنا ملي كنبغيو نطلبوا شي طلب ولا شي حاجه كيقول لك الجماعه ما عندهاش الفلوس والجماعه غير حنا مثلا كنتسائلوا مع نفوسنا فينا هي هاد الفلوس نتاع لو شاربون اللي باعتوه واش 80 مليون ولا 100 مليون ولا 60 مليون يعني وقتاش ما كتكون شي دوره نتاع الجماعه كتكون غير بيناتهم غير الاعضاء والرئيس والقايد معاهم ولكن يجيو المواطنين كيحذفوه كيجريو عليه على اساس باش ما يوقفش ما يحضرش تما ويسمع لذاك الشيء اللي كيدور نعم سيدي في الدوره نتاع الجماعه بما انه شنو درنا شنو صلحنا شنو صنعنا والويده اللي عندنا هنا فينا كل شيء الرمال ديالهم كيهزهم الكاميونات يعني الشاحنات ياك هكا كيهزهم اللي كيهزهم ولكن خصنا هذا الرمال اللي تكلم عليها معالي سيد الوزير يعني هذا الرمال وسيد رئيس الحكومه فينا هي هذه الفلوس الدخل نتاع هذه الوداد اللي كتهزوا هذه الرمله وكيمشيو نعم سيدي الناس اللي كيديروا السكن ديالهم فينا هما هذه الفلوس هذو عندنا جوج ديال السيارات وحده كيسوقها وحده كيسوقها الرئيس ديال الجماعه وحده كيسوقها النائب ديالو وواحد السياره وحده اخرى كيسوقها كاتب العام اذا هذه الجماعه ملي ما عندهاش هذا التوفير نتاع المال بما انه الجماعه ما عندهاش التوفير هذه السيارات باش كيتمشاو هاد السيارات باش كتمشاو كيخدموا المصالح تاع الاشخاص ديالهم والسياره يعني دائما ماشيين فيها يعني ما عندهم السبت ولا الحد يعني رئيس الجامعه خصو النهار اللي تكون لي يعني الاسبوع ديال العمل خصو يهز السياره ديال الجامعه ولكن النهار اللي ما تكونش فيه سميتو خصو ما يهزهاش لانه علاش داك الايام كلها كينهب دوك الفلوس نتاع الجامعه وهاد الشركه واش كاينه وهاد الشركه هذه فينها ها الدليل على ذلك هاد الشركه اللي بايعين لها الشربو اللي باقي وهاد الشربو اللي كتستافد به الجامعه خصنا حنا المواطنين الساكنين حنا نستافدوا به عطيونا
يعطونا النصيب ديالنا. الى هاد الشيء ما كاين منه والو، ايوا حنا هاد الرئيس راه ما بقاش رئيس عندنا في الحال هذا، ولا وزير هو كيدير اللي بغى، يعني ولاو هنا جمهوريه. وثاني واضافه عن هذا، هذا الرئيس ولا هذا الرئيس والاعضاء ديالو شنو دايرين؟ يعني مثلا منين يجي شي شخص يطلب شي طلب يعني ديالو من حقه ياخذو، كيكوفريو عليه وكيمشيو يصيفطوا واحد الاكراد وحده اخرين، سيروا ديروا يعني خصهم يقلبوا فين يشدوه، يعني اللي يهضر على الحق باش تزدهر البديله وكذا. سوا حنا كنشكروا سيدنا صاحب الجلاله اللي جا وعطى واحد الانطلاقه بما فيها واد الحار وبما فيها هذا الشارع، تهيئه الشارع، يعني كيزهجوا لنا الشارع. ولكن هذا الشيء راه ماشي نتاع الرئيس، هذا الشيء نتاع صاحب الجلاله. ولكن الحوايج نتاع الرئيس بما فيها هذه المده اللي فاتت نتاع 10 سنوات اللي كنعرف انا غير اللي كنهضر، يعني لا طيرا يطير ولا وحش يسير، وقتاش ما بغى يجي وقتاش ما بغى يمشي. الدوله منعت البيع نتاع الاراضي. نروح نزيد لك الواحد لك واحد البلاصه هنايا، واحد الخروقات نتاع واحد باعت له هذه. شوف الحديد بعدا اللي راه دايره الماء والمسائل. هذاك المنزل باعه عضو مستشار لابن تاع الاخ ديالو، وزاد واحد المساحه من القرمود حتى لاحقها مع دار الطالبه. وحنا نتساءل بكم تم تفويت هذيك القطعه الارضيه كامله اللي ضافها الراس. مع العلم ان ابناء ضحوا الاباء ديالهم في شركه المفاحيم وماتوا في شركه المفاحيم، ويتم رفض التفويت لهم السكنات. هذا كيزال فوت هذيك المساله هكا. حنا غير نتساءل ما هي الطريقه، واش لو دومين، واش المجلس، واش وهو حيت عضو مستشار فوت يدير فوتوها، واش في اطار الدوره ولا غير هكذاك؟ لا غير هو زاد هذيك المساله هكا. ها هو الحديد، شوف الحديد اللي راه داير، هذا خدام موظف بالجامعه، شوف الحديد اللي راه مركزه هنايا، مخلفات تاع 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 الشريف. هذا غير مخلفات، هذا هي نسبه قليله. دونك هذا حديد ديال لابيل تاع شركه المفاح، غير هنا واه غير هنا، غير هادو اللي يقول لك اللي يقلعوا راه نستغلوا. هذا واش يدير؟ الرئيس عضو موظف الجامعه، هذا موظف الجامعه، موظف الجامعه. دونك هاد الدار ديال من هادي؟ هاد السكن تاع عضو مستشار. كانت بار وكانت اوتيل وفيها حانوت وسكن، وتم تفويتوها لهذا المستشار بحتمان رمزي. مع العلم ان ابناء شركه المفاحيم تم تفويت لهم منازل بحتمان باهي. هذا موظف الدائرة، موظف بالدائرة، خلاوه بنا يقولوا الاخرين ما حدود تحارها في حدود هذا البيت هذه، هنا هي المساحه من البيت هذه اللي من هنا حتى لهنا كلها تزاد. هذه المساحه كلها تزاد، مع العلم اللي تبعلو غير داك اللي عنده قرمود، ما هي اللي عنده القرمود، المساحه الباقيه كلها تزاد. حمام، هذا حمام، بعد تدخل السيد العامل هذا الحالي، لا العامل السابق، عاد تم بناء حمام لساكنه قلفوته. حمام ما كاينش كاع. هذه واحد القطعه ارضيه تابعه للجماعه، ياك نتاع الجماعه، ملي تابع للجماعه هذه القطعه هذه ما عرفناش المساحه ديالها شحال. ناضوا الموظفون نتاع الجماعه وماشي ساكنين، عندهم السكن ديالهم فوجده، وناضوا داروا لها تجزئه بيناتهم على اساس يديوها غير الموظفين هما اللي يستافدوا منها. يعني ناضوا باش داروا واحد المسائل ديالهم القانونيه اللي كيعفهموها على اساس يستافدوا منها غير المواطن غير الموظفون.
ولكن بالنسبه للساكنه اللي ما عندهمش مساكن وكذا الى اخره فين غادي يمشيو هاد الناس؟ فين غادي يمشيو؟ هذاك الموظف راه عنده الدار ديالو في وجده وعنده الشهريه ديالو اللي كياخذها الاجره ديالو الشهريه كياخذها، ولكن ناضوا بغاو يديروا لونتيسما هنا فينا بالنسبه خاصه غير الموظفون. اذا فين هو هذا؟ فين هو هذا المسطره؟ فين هو هذا الحق حقوق الانسان؟ واش حقوق الانسان كيعطيوها للانسان اللي ما عندوش ولا يعطيوها للانسان اللي عنده؟ هذه المساحات اللي تخصصوها لجمعيه الموظفي الجماعه القرويه لقنفوده، ولكن مع الاسف ان الموظفين تاع الجماعه القرويه تاع قنفوده كلهم قاطنين بوجده وكلهم عندهم سكنات، مع العلم ان هناك اناس هنايا اللي ما عندهم سكن وما استفدوش من هذا بحجة أن هذه المسألة غير نتاع جمعية موظفي الجماعة القروية. الدار هذه نتاع موظف بالجماعة عطاوه بناء داخل الأسوار نتاع نتاع لافوريان. نتاع لافوريان باش يسكتوه، لأن الدور تاع الإمارات هذوك اللي كانوا سكن وظيفي باعوهم الناس أخرين، استفدوا منهم الناس أخرين وهو ما استفدش منهم، باش يسكتوه عطاوه يبني داخل المئراب تاع لافوريان تاع البلدية. يعني دا منه هذيك الجهه هذيك الجهه من هنا دا هكا وما هذا سيتي الفوريال من لهي القنط حتى القنط. الامارات كانوا مخصصين، كانوا مخصصين اصلا للفقراء. واش داروا؟ استفدوا الاعضاء كلهم من منزل منزل من هذا، وتم بيعها كل حسب جشعه ونهمه. كاين اللي باع بمليون، كاين اللي باع مليون و200، كاين اللي باع بزوج، باعوا السواريت وخلاو الموظف. هاد السكن الوظيفي ها هو كان فيه رئيس دائرة، هادو جوج سكنات، هاد الجوج هما هنا ابتداء من هاد الصور، من هاد الصور كانوا سكنات وظيفية الرئيس دائرة. ملي بناو السكن الوظيفي الرئيس دائرة تم تفويتها لشخصين، خصنا ندري ما هي المقاييس التي اعتمدها رئيس الجماعة لتفويتي منزلين وظيفيين لأشخاص عاديين. هاد السكن الوظيفي الجديد اللي داروه الرئيس دائرة كان يسكن هنا، داروا له هذا السكن الوظيفي جديد، وتم تفويت بالتالي هذوك السكنين الوظيفيين لاشخاص لسنا ندري ما هي الطريقه والكيفيه كيفاش فات. فيما يخص مثلا هذاك تاع الاخرى تاع الوديده تاع القراويه، كل قراوي يعني كل موظف عنده مثلا عنده المحل ديال في وجده، وزياده على ذلك على المخير هنا تلقى عنده ثلاثه السكنات، ثلاثه البلانات ولا في هذا المشروع تاع الزلاقه وديك تاع الامارات. يعني القانون كيقول باش يعطي انسان السكن الاقتصادي مثلا مشي دي شي سكنه خصها حتى تكون مثلا ما عندكش سكن مقبل ولا شي حاجه. هادو شادين في الزلاقه، شادين في ابو ظبي هذاك تاع الامارات، وشادين في الاخر. البركه كانت عند واحد الشخص يعني في الشارع الرئيسي. ومن بعده جاوا من اللي قام واحد التوزيع نتاع الدكاكين نتاع الحوانت تستافد من الحانوت. والبركه بقات، هو ولا رجع شد بها واحد المكان واحد اخر. وعبدو ربه اللي كيتكلم كانت عنده واحد البركه، كانت عندي بركه في نفس الشارع الرئيسي. البركه ملي جات الزياره نتاع صاحب الجلاله نصره الله قال لك اودي خصك تقلعها، حنا مع سيدنا، يعني سيدنا خصنا يعرف البلاد باللي مصلوحه ماشي 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 مكرفسه. قال اودي حتى مشي سيد تساليت الزياره ديال سيدنا. ملي سالت الزياره ديال سيدنا مشيت انا للقائد، مشيت للرئيس نتاع الجماعه كنطلب به بما انه ترجع لعين المكان ديالها او عطيوني شي مكان عينوا لي واحد اخر، ولا عطيوني واحد الدكان من الدكاكين اللي وزعتوهم. مواطن كايها المواطنين كيقاولوني باتفاقيه مع السيد العامل السابق ولكني بدون جدوى. في الاخير هزوا ديك البراكه وراهم دايرينها حازينها في الفوريان. دروك كنطالبهم كنقول لهم اودي خرجوا البراكه وعطيونا المكان كما عطيتو الناس، علاش تكمل البراكه اللي تستافد واحد النوبه والله يجعل البركه. دي بوتيك عطاها الرئيس السابق يعني النائب الاول الولد اختو، عطاها لي بوتيك مع ان العلم ان كاين هناك معطلين في قنفوده اللي يمكن يستافدوا من هذه المساله. هذه الحوانيت تم توزيعهم حسب قرابتك من المجلس وحسب ولائك للمجلس وحسب وحسب وحسب. ما كاينش واحد، كاين اللي توتت بواحد الطريقه، وكاين اللي كان عنده حانوت هنا وما استفدش. ولسنا ندري لماذا. هذو اللي راهم يشوفوا الطريق، هذو اللي هذو يشوفوا لهيه والاخرين يشوفوا هنا. هذا هو الصف تاع الحوانيت اللي تم توزيعه. توزعوا كاملين هذو؟ توزعوا كاملين، وكاين اللي استفد جوج حوانيت وكاين اللي ما استفدش حتى في حانوت. يلا سيارة الإسعاف عامدة رئيس الجماعة إلى تعطي ليها. السبب شنو؟ والسبب أنا شخصيا أظن أنه خاف أن تقتسم معه حصته من البنزين، ما بغاش يدير البنزين، وله هنا ساكنة فقيرة
كيرفضوا يخلصوا البنزين وهو كيديروا عامدة الى تعطيني ورفض جلبة اخرى راه موجوده في راه موجوده في البيانات في البيانات بحجه ان لا سائق له وكيفرض على الوزاره انها تعين له سائق ونحن نراهن كجمعيات على انها على السائق غادي يكون من المقربين. انا واحد راه محروم من الضوء بعدا دير واحد الفليزر واحد عندها الفليزر عندك عليه المعلومات قول داكشي اللي عندك تابع هو راه داير هو راه هذه على الباسني ولا فيتو يدير الضمان شنو هو وريني الدار هذه هي الدار هذه هي هذه هنا هذه هو هذه هنا فلوس هذه لها فلوس وعنده واحد بنت معوقه وعنده الاخر ولكن الحاله حال الله ولكن مازال لحد الان ما عطاوش مازال محروم من اي هذا بناء عشوائي دروك هذا لا هذا كان بلانط اسمه هذا يعني هذا قديم هنايا في الاخر ولكن هو كان شرا والمشكل هنا شنو هو؟ المشكل هنا نتاع الواد الحار يعني الواد الحار مازال ما الناس ما حرمه هنا من الواد الحار وهنا ما يعني البرونش ما مبرونشيش الواد فايت ولكن البرونش ما مبرونشيش والطرق يعني الطرق هنا يفوتوا غير الجهه اللي بغاو هما وهاد الجهه بحال اللي سامحين فيها مسامحين فيها الاماره عاود نفس المشكل يعني يعني كاينه غير هاد اللمبه اللي هنا في الوسط وهذه اللي هنا في الاخر ما عندوش ولا الصلاح شوف الباطوان هذه الباطوان من هنايا الزوبيه من هنايا واخا كانت واحد الجمعيه كنا درنا واحد المبادره وبقيناها ولكن ما كانش عاود ولات كاين نفس المشكل الباطوان يعني كاين داك الصلاح ما كيتهش كيلا في الدار لا نفس المشكل يعني ولكن ما كانش لازم المال كاع هذا هو المشكل اللي كتعاني منه هاد الساكنة محمد حمداني محمد واه عمي انت الكاتب تاع النائب تاع الكاتب تاع الجزارة واه المشكل فين كاين المشكل كاين في النظافة تاع الاخر تاع الباطوار كما نقولوا وفي النقل ما كيلقاو مشكل مع سميت هذوك نتاع البيئه وقضية عاود داك النظافه تاع الاخر هو اللي تكلف به رئيس المجلس هو اللي كيتكلف به كان حنا كنخلصوا الواجب ديالنا تاع لي كيطونس ما تعجز على 13 درهم ونص والاخر مثلا 15 درهم واللي عجك مثلا اللي عجل ولا هكا 70 درهم يعني ما كان اهمال تام في هذا الاخر هذا بالنسبه لهاد السكن اللي هنايا راه في الصيف ما تقدرش تعيش هنا لا بالريحه لا مجد الناموس لا بكلش اجيت من هاد السكن راه قريب على 20 عائله راه من هنا وكي تهضر معاك يقول لك انا محصن فهمت ايه هو محصن دائما باش محصن راه قريب يعني ما يزيد على 20 سميتها راه كيقعد هنا لمده 6 شهور ولا فايت هاد الاخر هذا هكذا يبقى هكذا يبقى هو دم ليل الدم شوفوا الدم وقضيه هذيك الاخر ديك النقله نتاع الازبال شي مرات سيمانه داك الدم الله يخليك هذيك الاخر سيمانه ما كتطوش يصور داك الدم الله يخليك كيقول لك حنا ما عندناش مثلا باش نخلصوا المازوت تاع سميته ولا ورا له الدم الله يحمل هو راه ما تقدرش هاد البلاصه ما تقدرش تخرج منها لان راه الدم بقايا تاع حساب الله باش تطعم لا هو تاع دوكا عاد شويه في سميته من هنا كيهبط للسكان من هنا كيهبط ها هو هنا وفي الدبان والناموس في هذا الاخر انا كنت نسكن هنا ورحلت لا مسبت هذا الشيء انا نقول لك ربع سنه خمس سنين ساكن لتحت ما تقدرش هنا في الصيف ما تقدرش تفوت منها هاد الدبان بحال الحرب العالميه الثانيه بحال الطياير هنا ما تقدرش والله ما تفوت منها وما يعني السيد عينا اي حاجه درناها معاك يقول لك انا محصب انا ما نديه حتى شي واحد عنده الصح يعني ما يزيد على عقدين من الزمن 25 سنه هو في سميته ولا بحال القذافي ولا اكثر شي كارثه انا داك يعني مهضر اجتماع على محاربه الاخر الذبح السري يعني الحمد لله عطات الاكل ديالها من ناحيه من الجانب تاع الاخر تاع القراويه ما كانت حتى شي حاجه بجيت النظافه وعدونا يعني في ذاك الاجتماع كان يعني هذاك الشيء موثق بس تكون نظافة على ما يرام كل نهار عندنا 3 ايام عندنا الثلاث والخميس والسبت هنا لو كنت تدخل لداخل تلقى بحال قودرون الحيط قودرون كحل بالوسخ يعني شكون اللي كيتكلف بالاخر القراوي هي اللي كتكلف
للاسف الشديد درك ما راهش محلو باش تشوفه. هذا دور البيئه، دور لان كاين واحد الخليه في الدرك الملكي في الجهويا كتجي كتراقب هذا الشيء ديال الاسواق وديال هذا الشيء ديال البيئه، اذا بها انت تشوف الاسوار ديال السوق كيفاش داير السوق الجماعي وكتباع هنايا شي لحم وكذا، نقولوا راه ما مطبوعش وما كيفوتش في الباطوار، واذا بها الباطوار هذا هما كيجيو يعاينوا باش يديروا تقارير يعني حول البيئه وكذا، ما شفناش شي تحسن ولا شي حاجه اللي هي يعني عطات الاكل ديالها بالنسبه للدراكين تاع وجده اللي هما كنقولوا حنا البيئه بين قوسين. وهاد الحوانت هادو كتبع فيهم اللحوم الساكنه، شوف شوف سميتو يسمى بالجوده، ها انت هذا كيتباع فيه اللحم، هذا كيتباع فيه اللحم كاع كيتباع فيه اللحم. اجي تشوف، اجي تشوف، ماشي غير راه كيجيبوا حاجه هنا يعني شي ما خصهاش تتقال هاد الهضره. اجي تشوف هادي ما بقاش كسميته، ما بقاش محل تاع الخب. اجي اجي هادشي كيعبر راسه بلا ما نهضروا حنا، فهمت؟ هادشي كيعبر على راسه. هذا سيدي السوق الاسبوعي تاع اللي مكلفه به الجماعه القرويه اللي قلتو ذا التنظيف ديالها في كيتباع اللحم. هو شوف شوف كذا هذا سيدي عاطيه والناس اللي كاريين المحلات راهم كيخلصوا لي كيطونس وكيخلصوا كريه شهريه، هما اللي كاري على عليهم السوق كيدي الفلوس ويزيد في حاله. اين اين التنقيه، اين المراقبه، اين واش نقول لك هي الدكاكين اللي كيتباع فيها اللحم. والضغط دائما كيجي على القزار ولا على المواطن، مثلا دوك الناس تاع البيئه ما كيجيو باش يمشيو على هضرنا لهم ذاك النهار على الباطون باش تكتب بيت الجامعه. الحانوت استولى على هذه القطعه الارضيه وبلا فيها دكان ومئراب ومقهى وللتمويه دار رئيس الجامعه القرويه قرار الهدم اللي وقع السيد العامل، وللتمويه هدموا غير واحد الجانب وخلاو الباقي. هذا دار الطالبه، الرئيس يوجد في حاله تلاف، هو رئيس الجامعه القرويه ورئيس الجمعيه الخيريه لدار الطالبه، وهذه دار الطالبه تعمل بها سهرته والذين انتخبوا عليه وابناء الذين انتخبوا عليه، مع العلم ان هناك ابناء الفقراء في مدينه قلفوده وما استطاعوش باش يشتغلوا في المساله هذه. اسم محمد بن عبد الله، هذا سياسية تاع المجلس الحالي وهو الأحرار، مكتب متكون من الرئيس ولا خير الخلفاء النائب الأول النائب الثاني الثالث، كان المصالح الأخرى مثل المشاكل الاجتماعية، اللجنة المالية، هذا اللي جا بالتالي كانوا تكون كل لجنة بالرئيس ديالها، اللجنة المالية الرئيس ديالها فلان مهدي محمد، رئيس اللجنة الاجتماعية والاقتصادية راشدي طيب. هذا هو مجلس مكون مجلس مكون من 13 مستشار في جوج بنات، وحده من حزب الاستقلال ووحده من الاحرار.
بصفتكم رئيس يعني كتمثلوا الجماعة وبالتالي كتمثلوا المواطنين، بغينا نعرفوا شنو هي أهم يعني الانشغالات أو الأجندة العملية ديالكم على مستوى الجماعة. بالنسبة على أولا جماعة الهدى، جماعة الهدى اللي كانت الجماعة السباقة بالنسبة للمخطط الجماعي البيسيدي، الجماعة الأولى اللي دارت مخطط جماعي ديالها. هذا المخطط الجماعي هو اللي كان خدمه به، والجماعة دائما بصفتي كرئيس دائما كنفكر لأجل تنمية هذه الجماعة وتوفير الحاجيات الساكنة ومحاربة إكراهات اللي كتعاني منها الساكنة. هذا هو البرانسي نتاعنا وهذا هو المنطلق ديالنا. كاين نوع من النقد، انتقادات، نقولوا لوم، نقولوا عتاب، نقولوا رأي ديال الرأي العام مثلا متعلق بمجموعة من المجالات، من ضمنها مثلا المجال ديال الأراضي وديال السكن إلى آخره، كيتقال بصفة عامة على أنه تم تفويت مجموعة من الأراضي ومن السكنات في إطار اللي يحتاج المراجعات، باش ما نقولكش ماشي قانوني، يعني أنتم واش تقدروا يعني تفسروا هذا الرأي؟ لو بغيت نعطيك أمثلة نعطيك. تكلموا على مثلا جوج ديال المنازل التابعه ولا ديال الامارات العربيه المتحده، هاد المنازل كيقولوا على انها كانت متخصصه لرئيس دائره ومن عندنا تبنى له السكن الجديد، يعني تم البيع ديال هذيك المنازل رغم انها كانت مخصصه يعني الناس اللي هما محتاجين. مثلا هذا كاين مثلا مستشارون اللي استافدوا يعني بنايات على قطع ارضيه تابعه للدوله الى اخره. اذا شنو تقول لنا في هذه الاطار هذا؟ اولا بالنسبه لدور الامارات العربيه، الدور اللي كانوا داروا في 90 92 93 تم التوزيع ديالهم واللي اعطت الاولويه سيف السيد العامل الأول عامل اللي كان في الجرار أبو كبير واللي تعطى للموظفين، عطينا الصحة التعليم موظفين تاع الجماعة موظفين تاع القيادة اللي كانوا يعاني من السكن. هذه من جهة، من جهة نتاع هذه الدار نتاع السيد رئيس الدائرة، ديك الدائرة اللي كانت ديك الدار شدتها الداخلية كان ساكن فيها السيد رئيس الدائرة، ودار أخرى كانت فيها القيادة، ياك من بعد القيادة تبنات الدائرة تبنات ودار الدائرة إن شاء الله الدائرة السيد القائد جا هنا، هذاك المفاتيح رجعتنا للجماعة، خاطر الملك نتاع الجماعة. الوقت اللي رجعت جاو جمعيات مجتمع مدني بقاو كيطالبو كانو جمعيات كدا، عطينا لجمعية الزرايب وجمعية جمعية المرأة، جمعية المرأة تنمية المرأة، هادو جوج تعطيو. أما الدار تاع رئيس الدائرة ملك تاع الجماعة وتعطى لمدة ماشي تبعت، هذه من جهة، وهذا الشيء اللي كنقول لك بلي أنا جات مراسلات من وزير الداخلية وزارة رئيس الحكومة ومشات أجوبة، جاو والسلطة جاوبت، هذه من جانب. من جانب آخر بالنسبة للأراضي نتاع الدولة والأراضي نتاع الفودة فيها الأغلبية ديالها تبع الدومين، حنا كمجلس درنا اقتناء نتاع قطاع هاد اللي فوق محطوطة فوقها الجامعة، والقطعة
القطعه اللي مشات لنا هنا القياده بهذه ذات الجامعه الاقتناء ديالها. درنا الاقتناء على 8 تاع القرارات ولا في الحي السينمائي باش نخلقوا الحي السينمائي. الدور الامارات العربيه الدور هذا على الاقتناء في الثلاثه. باش تديروا التفويت دوك الدور الناس المستغلين هذو كيخلصوا كريا الجامعة ماشي دابا حتى الدولة دارت الدولة دارت 500 درهم حنا بصفتنا كمنتخبين كنبغيو نعطفوا على حكم قلنا نديرو 250 درهم الدولة هي الكلمة خصنا نخلقوا داخل الجامعة والدولة كدور تهنا من الجماعة وكتهوت تهنا من المصاريف ديالهم شو هاد الفكرة دارت باقية حنا الآن كنفكروا باش نديروا التفويت نتاع الدور الناس ديالهم الناس اللي ساكنين الدور المبنى ربما كنت طرحتوا شي سؤال على ملك الدولة والترامي الترامي تاع ملك الدولة حنا عندنا ملفات عندنا محاضر عندنا مراسلات اللي كان راسل ورسالة غير مؤخرا جات صفتنا هذا الأرض نتاع الدولة شكون هو الوصي هذه المجلس هذه السلطة المحلية من شكون يحمي هذا ملك الدولة؟ صراحة أنا نجيبوهاكم وتقراو، حنا كندافعو واخا ماشي حنا الوصي كندافعو على الملك نتاع الدولة، علاش كندافعو عليه؟ لأنما بالنسبة للجماعة كندعو مؤسسات، كما بنينا مدرسة جماعتية، كما بنينا دار الطالبة، كما جاية الدرك الملكي، حنا عطينا الأرض، لأننا ما عندناش أرض. هي أراضي نتاع الخواص كنبغيو بغينا نحتفظو بها كنراسلو الأماكن الفلانية كنراسلو السلطات الوصاية كنراسلو باش نحتفظو على هاد الأرض باش نسيبو حنا ولا ناس قريبين من مورانا نسيبو فين يديرو مؤسسات داخلية مستشفى كذا دابا الحساب يعني نقولوا لبعض من الناس اللي المعنيين كيقولوا باللي مثلا الاداء ولا الانجازات ديال المجلس ديالكم ضعيفه كيفاش تردوا على هذا الشيء يعني قنفوده خاصه اكثر من هذا الشيء وكيقارنوها عاده مع بني درار كيقول لك جماعه قنفوده سابقه الجماعه ديال بني درار نشوفوا بني درار الان كتعرفوا على المجموعه يعني رواج مهم في حين ان قنفوده ما وصلش لهذاك المستوى. واو هذا السؤال وهذه التنميه المحليه ياك وهاد الناس اللي طرحوا هذا السؤال كل بلاد كينميوها مليحه ياك والناس الاقتصاديين ديالها ما نستناوش الناس يجيونا من برا ينميو لينا قنفوده. والاموال ديالنا نديوها ونصرفوها في وجده ونديروا بنايات في وجده هذا هو المشكل المطروح هذه من جهه باش نقارنوا بني درار مع قنفوده بني درار طريق فيها رواج كبير فيها كونتربوند فيها بزاف نتاع المداخل بالنسبه لقنفوده جاية يا الله احنا كنجلس كنحركوا فيها كنشجعوا ناس كنجبناه نقول لهم اجي دير ريستورون اجي دير مقهى اجي دير ريستورون الناس الدولة ما كتبغيش قهوة تعطيها الدولة ما كتبغيش ريستورون تعطيها ان الدولة ما تبغيش شي حاجة اللي هي المداخل هذه من جهة مدير فودة معروفة بالمداخل ديالها المداخل ما كايناش راكم شفتوا ربما الاخبار وعارف الحاجات اللي تيجي في السينما ما كاينش الرواج الاقتصادي المحلي ضعيف بس ماشي ما كاينش لا نقول ما كاينش شفت عليا ما كاينش
جمع عشرين من هذا الدور هذه المرات في المطبخ لي شكل لكم بإنما الدولة تدور تخلق مداخل وتخلق الجامعات عندنا شيخ وانت تاع الجامعة الكبيرة 700 درهم 500 درهم يعني المداخيل ما كاينش مش هي فيما يتعلق يعني بالمبيعات ديال المفاحيم وديال الرمال وهذا عطينا واحد الفكره على هادشي حتى هذا راه انشغال عند الناس كيقول لك فين مشات هاد الفلوس وفين كتا ديال المبيعات هذا الشهر نقول لك كان صالح كون مشى بكري جاو الناس وشافوا ياك وصابوا مصر وزيادة على هذه جو بلاش كا لا وجو الجرادة ديك الشلام كسميوه الشلام هذاك البقايا تاع الشربون اللي تاع الشربون وحده هذاك الشربون هذاك الجرادة وصل جات شركة بلجيكية ودارت التحاليل ديالها وزادت الزيادة ونكمل الأموال وفي الأخير سمعت ما احتناش نتاعنا ياك وضربة في الشمس ومشي بقول لي إن ملكو كان سارح كنت تستغلاتو مفاحيم المغرب تضيعوش إن كانت في حاجة وكانت كانت تبيع لفرنسا المال طاليا لفرنسا سويسرا نتكلموا شوية عن النقل بالنسبة للحضاري بالنسبة للسكان ولا النقل المدرسي شنو تقول لنا في هذا الإطار لأن هذا نقص أيضا العالم القروي والنقل بالنسبة للمدرسة نروح على الطبيب الطبيب احنا كان جلس فكرنا وخلقنا دار طالبة لأجل محاربة هذا المدرسة وفي هذا الحرب هذا المدرسة الفتاة القروية كانت قاطع التعليم من القسم السادس اليوم الحمد لله على روحه تقدروا تمشوا دار الطبيب وتردوا في الله درنا دار الطبيب بون التلاميذ الذكور كذلك درنا جناح 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 الطاقة الاستيعابية كانت 32 جناح 32 دابا حنا دزنا الطاقة الاستيعابية 64 وحنا 76 علاش؟ الناس بعاد مساكنين في الدواوير والدواوير كتبعد على المركز تاع الطاقة 20 كيلومتر كاينة حتى 20 كيلومتر باش نقول أول فترة تمشي دير 20 كيلومتر عادي 20 روتور هذا كل شيء غادي يقدر ولكن الحمد لله درنا هذه الدار الطريقة وصبحت ناجحة ونفعت الفتاة خاصة الفتاة والطالبة وراح تبع الدراسة ديالها والعام اللي فات ربما مع السيد المدير تاع الأدبية أكبر معدل جابوه إلى الدار الطالبة هنا الدار الطالبة ماشي ماشي جاب ونقل عبرها احنا درنا واحد حسنة جارية وبناء العالم القروي الساكنة القروية اللي كانت محرومة من التعليم وكانوا يدخلوا بواحد المستوى هابط جد 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 هابط بزاف أكيد هذا مكسب أكيد يعني في الآخر النقل بالنسبة للنقل العادي ديال النقل العادي عندنا نقل مش دويس واحد دنفودا وجدة دنفودا نعم عندنا واحد زرادة دنفودا زرادة اللي دار في إطار المبادرة الوطنية وانا اللي كنت سابق باش دخلنا مع السي الصبار مع السي العام السي الصبار
السفر باش تعطى للناس المنجزين. تعطى لهم مجهود، كاين واحد البنت وكاين واحد فعلا وفي اطار المبادره العربيه وعطت مجهود البوليسه ودابا كاين ديال الفوده جراحه. علي روتو كاين شي احمد. حنا بسيرتنا كنا دخلنا مع السي هاي تاكسي وعن الصديق قال لي نعم واحد الطوبيس ما كافيش طالبنا باش يكون شي نقل مش لابس اخر اللي يبقى يقدر يخرج الجبال حتى للدواوين اللي هما عندهم الطريق وخاصة الطريق اللي حاليا راها في طور الانجاز ربما شفناها الطريق اللي كتخرج من بيكا فرون تروا وكتمشي فيرت الموت جرادة العوينات اللي كتبقى طريق جمالية اللي كانت كنت مرة بديا اللي كانت بعدك الدواوير وساكير وكان السكان مجموعة دواوير ومجموعة سكنية لا بأس بها وكان يخترق لها كتلم وراها طور الإنجاز وراها إن شاء الله في اليوم الواحد سنة من الموت غادي كما يكملوا لي ترامو غادي يكون صالحنا الاخر حنا كنا طلبنا باش يكون واحد نقد مش دويس على الطريق الثاني بالنسبه للمدرسه الجماعاتيه كاين هذاك المشكل ديال داك المطرح ديال النفايات تمايا مساله صعيبه شويه لا كانش شفنا داير بها يعني لا ها ياك كانش مطرح تاع واخا نشرحوا هذا الشيء لا كلام ما عندناش اساس الصحه المدرسه الجماعاتيه حنا كنا نطالبوا بالمدرسه الجماعاتيه علاش بغينا دوك الكلام دوك التلميذات لان ما كيجي المستوى هابط بالنسبه للاساتذه هما اللي احسنهم كتكون الشتاء البيت لكن لا مسؤول على دوك الكلام تلميذ او تلميذه بعيدة 4 كيلومتر على القسم لي سيكتور برا كلمة لي سيكتور أكثر من برا بون حنا فكرنا وطالبنا مدرسة جماعية مدرسة جماعية غادي يكونوا داخلين كاملين شاربين ناعسين بالحياة راس العمون بالعداء بالأساتذة ديالو القراطي وينعسكم تحسين المستوى الدراسي بالنسبة للعلاج والتعليم أما هذا النفايات ولا هذه ما كاينش حاجة هذه اللي نشوفو ماشي غير الفودة الفودة اللي جينا نشوفو ونقارنوها مع مدن أخرى الفودة راها نقية إلا جينا نقارنوها مع مدن كبرى ديالنا اللي في المغرب الفودة راها نقية لأن مابقاش نقية ما كانش نفايات كثيرة وما كانش سكينة كبيرة اللي قاعدة تكون تكلموا على الإسعاف الصحة سيارة الإسعاف الصحة هو الصحة الصحة عندنا هنا كانوا عندنا دول تاع الطبيبات من بعد كانت عارفة الطبيبات هما كيمشيو يديروا مباراة كذا هذا كانت تمشي كتمشي بالسيف اللي عند الديليغي وعلى المحقة دوزت كونكور في الصحة مشات تغطي راسها ولا دير على المحقة دابا عندنا وحدة وسيارة الإسعاف ما كاينش سيارة الإسعاف بالنسبة باش نفرقوا ما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة التجهيز ووزارة التعليم ووزارة الصحة وزارة الصحة كما تعرفوا يخسر توفر الصحة وتوفر سيارة الإسعاف وتوفر جميع ما هو تابع لوزارة الصحة هذا الدور ديالها حنا الدور ديالنا كمجالس شنو هو؟ كنساعدو أشنو كنساعدو؟ كنساعدو الصحة كنساعدو التعليم كنساعدو الفلاحة كنساعدو الوزارة هي مساعدة أما إذا رجعنا للقانون وهذا كاينه اختصاصات ومحدوده
على ذكر الاختصاصات سيد الرئيس، كي داير الان العلاقه ديالكم مع السلطه المحليه؟ السلطه المحليه بالنسبه لنا ما كانش مشاكل، غير بعض ربما حنا فاتوا رؤساء دوائر وفاتوا رؤساء وفاتوا قياد وفاتوا هذه، كانت المسائل حنا كنخدموا بانسجام وبتنسيق مع بعض كان ساعدون تعالوا اليوم كان في شوية تاع سوء التفاهم ولكن ماشي شي حاجة كبيرة كان يقول في مشكلة تاع هو كان حنا كان نقول كيما قلت لك كنقول نحاربوا ربينا تصور نحاربوا تصور على ذمة باش تبقى الأرض الدولة باش نحتاجوا الارض نسيبوها نديروا فيها مؤسسه نديروا فيها مدرسه جامعاتيه ما كنا درنا كما الاعداديه حنا راحنا شحال قلت لهم مشينا لوزاره التعليم عده مرات وعده ودابا كان طالب داخليه ونهار اللي درنا الاعداديه درنا واحد المساحه كبيره وخممنا وفكرنا بعيد بان ما راح تخصنا الداخليه لان ما هذا يوم ولكن شدينا المساحة وخلينا المساحة الداخلية وكان طلب داخلية والأرض عندنا موجودة دابا كنقول لهم الأرض كاينة موجودة أرض لا داخلية لا داخلية ما كانش هذا واحد شهر ولا شهرين مشيت طلب الوزارة الداخلية ملحق طلب الوزارة الداخلية عند المديرية العامة وديت معايا دي بروجي تاع الداخلية عطيت السيد الوالد والبروجي نتاع هاد الشرطة باش نخلقو شي أعضاء طيب واحد الميفو وبيسين وقاعة كبيرة في القوية المسرحيات جا أخرى بالنسبة للمركز متعدي للخدمات مركز متعدي للخدمات حنا خدام تبع الجمعية كنا درناها شبيبة ما الشبيبة والرياضة ما جهزتش تلت سنين الرياضة في التالي مزيرنا عليهم قالت لي نور كذا هذي ما يبقى عيبنا التعاون الوطني لعناها خاطر حنا كنديرو البناية نديرو لها تفويض المصالح المختصة شبيبة عيطنا للتعاون الوطني درنا حنا وياه مشاركة وجهدوها وراها خدامة هذه نتكلموا شوية على الأمن داخل البلدة راه يمكن ناقص ولا ما كاينش ولا نتكلموا ونضيفوا مع هذيك المشكل ديال كلاب الضالة بالنسبة كلاب الضالة هي الحلول البارحة ناقشناها المشكل تاع كلاب الضالة بالنسبه للامن وندوزو للتكيله الضالات الحقيقه راه حتى هي كانت تحدى داخل الامن بون مو مشكل الامن مشكل الامن حنا طالبنا بالضرر باش يبقاو يجيو في الليل يديرو لا تورني بطاوي كنا سمعنا هنا ما نخاف باش تبقاو تجيو على الرحله وديرو لا تورني في الليل إنما وقعات مشاكل فاتوا هنا مال الطوموبيل وضربوهم بالبيض واحد السيد من ولد الوطن مرقنا من الملحة ضربوه في سولو دار سوي بلاستيك سميلس في بلاستيك مع بلدو فعلا جابوا هنايا واحد المسحوق كيف نشدو جات الاخوان خرجوا ولدو سولو ضربوه في مناطق مشاكل ومشاكل اخرى في الاحياء وحدود الاحياء السعوديه كاين الناس اللي كيبرموا كاين الناس هذو هما اللي كيتسبوا وكيخلقوا مشاكل ضد الساكنه وكي هذه من جهه اخرى السؤال الثاني ديال الكلاب الضاله كنا ناقشناها مع المليفه وناقشناها هذه واحد اليومين كلاب الضاله كنا باش نجيبو
كارتوش ياك كارتوش ونشوفوا شي واحد اللي عندها السلطة تعطيه جوجة ويمشي ويكون جوجة. قال لك لا ما يمكنش يفوت الناس كتخرج بالليل كدا يكون مدرب في الظلمة يكون هدا هدا يجي اقترح حتى واحد يقول لك الجوجة نشوفوا مع الفخار شنو غادي نديروا هذا الجوجة ونجيبوا فيه الحل الممنوع صفة نهائية. وشنو هو الحل؟ يمكن تشد شكون اللي هي وش دار ربما عندها وسائل وموفر لها حوايج وش دار سيد الرئيس باش نختمو بغيت نسولك واش مثلا مازال في الذهن ديالكم ديك الثقافه ديال هذا مثلا مول البلاد وهذا اجنبي؟ لان سمعنا هذه الهضره انا كنت كنقول لك شي واحد ساكن هنا ولكن ماشي ولد البلاد مثلا هذا كيتحرم من بعض الحقوق واش هذا كاين ديال علاش راه شوف انت نبيع الدخان ما خليوش نبيع تما في الحوانيت انا ماشي مواطن والحوانيت توزعوا ما عطاوش وزعوا الحوانيت ما عطاوناش الحانوت شكون الرئيس رئيس تاع الجماعة فين الحوانت اللي وزعوا فين؟ هما ها هذو اللي هنا ها هما فوقنا علاش حنايا ما يعطيوناش؟ أنا عندي 10 ديال البزار كاين شي مشاكل هنا يا طعم شي مشاكل هنا كاينة هنا 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 كلتهم في المشاكل أنا بروحي أنا ما يحملوش فيا حتى شعر أنا نهضر علاش علاش؟ يقولوا لك أنت أجنبي أجنبي ترنج والطرنجي ترنج وأنا يقولوا هذي أنا رئيس ناسني أنت فوال يقول لك أنت ترنج هو ساكن غير في ذيك الخربة راه ديال بن عمي راه غير خربة ولا لا غير خربة علاش أودي؟ هم يعرفون هذا يعرفني هذه الكلمة ما كايناش ما كايناش ونطلعوا الفوق طرح سؤال على الناس العقلاء الناس اللي استثمروا كتقول له أولاد البلاد واش كيفاش كيعاملوكم؟ كيعاملوا البراني أحسن من ديالو وكيحترموه أحسن من ديالو يحترم ذاك البراني وما يحترمش منه هي ظاهرة اللي كاينة حنا أما إذا كان واحد ومعروف ها ومعروف بالصوابع ديالو ومعروف بحوايجه ومعروف بالقراني ومعروف بهادي ومعروف بحوايج وملفات في السلطه في الدرك هذا ويقول انا براني البراني في المغرب ما كاينش براني في المغرب ما كاينش ما كاينش براني في المغرب ما كاينش شكون تمشي لكازا باش تسد تمشي لرباط باش تسد تمشي لكادير تمشي هنا تمشي هنا فعلا إذا بغيت شنو كانش البراني في المغرب المغرب كنا مغاربة كنا الحمد لله وطنيين كنا لاخر وكان انسان وعندنا اصدقاء خدمنا معاهم كيفاش باش نبنى وانا خدمت مع ثلاث انسان سيرني تحت سقف واحد مازال كنقلبوا على بعضياتنا ومازال كنكيو على بعضنا البعض ومازال كنديروا بعضياتنا ونوفوا بعضنا البعض وكنمشيو وراهم في اكادير وكنمشيو وبالفرحه وجوههم بالفرحه هذا بعد الثقافه المغربيه وخاصة الجهة الشرقية الناس نتاع الكرام والناس نتاع الاستقبال ونتاع الاحترام الجهة الشرقية المعروفة بالكرام ديالها الشيء اللي بغيت نزيد لكم وهي بالنسبة للكهرباء وصلت جماعة ديال الفودا 95% وإن شاء الله رحنا في الدورة دابا عندنا باش نلقاو لنا كاسة الدور غادي اليوم نصدقوا عليهم باش غادي يتكرموا أكثر منهم بون شي من جهة غادي نوصلوا 100% هذا تبقى لي ليكسبونس اللي بنا من جديد كذا هذيك ماشي بون عندنا المشكل تاع الماء لا حتى هو راه تقريبا او 90% كل هاد الدواوير تشرب الماء كلها جهزنا لها كنا درنا لها ديفوراج كذا تجهيز الدوله وداروا وباش جمعيات على حسب الباجيت القانون الجديد
كل دوار يدير شويه ديالو باش يسلم قطعه الماء ديال الدوله كتجهز تحفر الدير وضع ونقلوا للسوق. سي دراري اسمح لي نسيت قبيله تكلمنا على الامن، علاش ما واش ما راسلتوش مثلا الجهات المعنيه مثلا التجهيز الى اخره بخصوص يعني لي دودان؟ ولان هذه الطريق مدخل وخطيره. الدار ذكرنا عليهم حنا التجهيز، وكان اجتماع في العمل كنا اجتماع في العمل بينما كيف خصنا تبع التجهيز ديرو ديرو الدار تبقى حوادث سير وقع هذوك العالم ديال كنا تحيات رئيسية ميمكنش نديرو فيها. فوق الشتاء الوادي سلي مع شي فيضانات كتجي من هنا هذا ثاني راه الدار مشينها وفي هذه الاف دي ار كانت الوزاره الداخليه كان عندنا الدرجه وقت الكوبا من برا كانت الباب راه نمشي مع طريق شي سيدي فين كان هذاك المطرح نتاع الوجده هذا وكان الطريق اللي كتمشي سيد البشير كانت هذه الطريقة الوحيدة من هنا للدوار الجديد هناك